السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هذا اليوم عندنا لاغام ديال اس دين، سيرتو عندنا اس دين فيزيون فلويد مينيرال، هاد اكرون سولير، فهي زوينة بزاف. كاع لاغام ديال اس دين واعرة بزاف زوينة، هادي كيستعملوها الناس اللي عندهم بشرة حساسة بزاف، سيرتو يعني اللي كتعرض للأشعة ديال الشمس. مفيهاش هاد لي بارفان، مفيهاش البارابين، فهي مزيانة حتى الناس اللي عندهم التجاعيد، يعني خصوصا التجاعيد، وسيخ تحت البشرة، يعني هي جميع اصلا انواع البشرة، ولكن حتى كتجي مع البشرة اللي هي جافة. يعني هاد اس دي انفيزيون فلويد فهي مزيانة، مفيهاش يعني دوك يعني البارابين، دوك المسائل اللي كيديرو الرائحة. يعني كما كتشوفوا في الصورة، ضروري انك يعني تحركها مزيان وعاد تستعملها في الوجه ديالك. فعل فيها الـ SPF 50، الـ UVB والـ UVA يعني اللي كيحميو من أشعة الشمس فوق البنفسجية. فيها تقريبا 50 ملي، يعني الناس اللي خداوها تيقولو عين دغيا كتقادا، دغيا كتسالا، المهم غادي تيستيوها هنا كما كتشوفو. يعني هادي هي إيكرون سولير ديال اس دين كما كتشوفوا، يعني فهي صغيره بزاف، يعني لازم يعني الا بغيتي تستعملوها خصكم تحركوها مزيان عاد تستعملوها. فيها 12 مو، يعني الا استعملتيها يعني لو ضغطت هادو الاسبيراسيون ديالها. يعني لا كم قاعد ديال اس دين فهي مزيانه، كاينين بزاف ديال لي مارك ديال اس دين. هادي فيها انفيزيبل وفيها تانتي فون دو تان كما كتشوفوا، يعني صالحه لجميع انواع البشره، سورتو البشره الحساسه، يعني الناس اللي كتشتغل كتعرض يعني لاشعه الشمس بزاف وكتكون حساسه، فهاد اس دي نادي فهي مزيانه ليهم. يعني اون فوا غادي فهي دايره في البارافارماسي 240 درهم، 240 درهم. يعني لا قام اس دي بلا ما نشكرها، بلا يعني بدون كومونتير بدون اي حاجه، فهي واعره ديال بصح وزوينة. هادشي اللي كاين يعني بلا ما نهضر على لاغام، بلا ما انا اسميتو. فهي المهم فيها جوج ديال الانواع، كاينه اس دين فيزيون فلويد وكاينه اس دين فيزيون واتر. يعني هادي فيزيون فلويد غني يعني بالزيوت كما كتشوفو، يعني صالح للبشرة اللي هي حساسة بزاف، البشرة اللي هي بو سونسيبل، يعني لازم الناس يستعملوها. فهي يعني بدون نقاش بدون اسمتو، يعني لاغام ديال اس دين زوينة بزاف واعرة كما كتشوفو. المهم كما كتشوفو معنا هنايا، هادي ديال اس دين او ايكون سولير، فيها وفيها تانتي، يعني في مزيان البشرة اللي حساسة، يعني جميع انواع البشرة فهي مزيان الناس كتعرض لأشعة الشمس. وكاينين دو تخيس دين هما هادو كما كتشوفو، هادي اس دين اونتي طاش، وفي نفس الوقت اكرون سولير اونتي طاش، فيها هادي تانتي، فيها انفيزيبل، هاد سبوت بريفنت، فيها غير انفيزيبل كما كتشوفو. يعني بدون مناقشة بدون هادو، راه درت عليهم اصلا فيديو، هاد جوج ديال ايكرون سولير سبوت بريفنتي كوريجيرت، درت عليهم فيديو في القناة هضرت عليهم. دابا جاء الدور على هادي كما المهم لاغام كتشكر راسها بلا ما نعاود نشرح ليكم كيفاش. المهم هادشي اللي كاين، اللي عنده اي تساؤل اي اقتراح بارطاجي معنا المعلومة، حنا يعني عندو اي تساؤل اما حنا كنبارطاجيو معكم المعلومة للإفادة والاستفادة. المهم هادشي اللي كاين، ديما لايك والكومنتير ديالكم كيشجعونا. المهم حنا للإفادة والاستفادة، هادشي اللي كاين الإخوان وأخواتي. المهم إلا خديتو هاد اس دين هذا، سواء يعني البصرة ديالكم ما غاديش تندموا عليها، وغادي تفكرون في هاد الفيديو هذا، فهي زوينة بزاف صراحة هادشي اللي كاين، وتبارك الله عليكم.